أبا يعطيكم العافية. يوم لاحظت شغلة بأحد المجلات كوسموبوليتان، طريقة الدعاية، شوفوا معاي فوق كاتبين إنه إذا بتعمل سبسكريبشن لسنة واحدة تدفع $21، إذا لسنتين تدفع $42، ضعف السنة، لكن جنبها حاطين بيست ديل، شايفينها؟ وهي طريقة الدعاية، أي واحد بتطلع على هذا المكان رح يشعر إنه هدول التو ييرز أحسن من الون ييرز، مع إنه هو نفس السعر، هو دبل. ففعلا الدعاية، وهي يمكن الكلمة رح تغير أو تخلي تأثر على ناس كتير إنهم يشتركوا بهاي المجلة لسنتين مش لسنة. الواحد بتعلم فنون وهذا، مع إنه إشي تشعر إنه صغير، بس أتوقع إنه هاي الشركة عم تحصي كتير سبسكريبشن لمدة سنتين من ورا كلمة بيست ديل. يلا يعطيكم العافية وإن شاء الله نعيش ونتعلم. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.